السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات بتاعتي، أتمنى أن حضرتك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة إن شاء الله في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن إزاي نغير باسورد الواي فاي في الراوتر تي بي الأكسس تي بي لينك. تمام، هنبدأ زي ما كنا كتبنا في أول فيديو، كود اللي هو 192.168.0.0.1، ده هنكتبه هنا فوق في هذا شريط البحث سواء بنت موجود أو من غير نت. 192.168.0.1. طبعا لو كتبت كده والمرضاش يبحث مع حضرتك في الاكسس او في الراوتر من ورا كده زي ثقب رفيع، هتجيب دبوس وتبدا تضغط حوالي 20-30 ثانيه، بيعمل اعاده هيكله للراوتر او الاكسس، بيبدا يتيح مع حضرتك هذه الصفحه. يعني ساعات بيكون الراوتر مهنج او في اي مشكله. بنبدأ نكتب اليوزر نيم والباسورد ادمن، بتكتب فوق ادمن وتحت بتكتب ادمن admin فوق و admin تحت، تبدأ على تضغط على كلمة لوجن كابيتال، نحافظ على الكابيتال والسمول. فتح معانا تي بي لينك اهوت. انا عايز في الفيديو ده اغير باسورد الواي فاي عشان مثلا كان في ناس فاتحين من عندنا، او مثلا ايش عندك مقهى مثلا او اي نشاط عند حضرتك، تبدا تيجي عند كلمه وايرلس، تنزل تحتيها وايرلس سيكيورتي، بتخلي الفيرجن WPA2 BSK واللي تحتيها AES، تيجي على كلمه وايرلس باسورد. مثلا هي عندك بتبدا تمسح الباسورد القديم وتكتب الباسورد الجديد مثلا وليكن اي باسورد، تبدا تضغط كلمه سيف. تمام، نبدا نضغط كلمه سيف. تعال بقى نجرب كده، يلا الباسورد اهوت، نقفل كده الشاشه ديت خلاص. نيجي عند الواي فاي بتاعنا، وبيطلب منك كلمة السر اللي انت غيرتها طبعا، نبدأ نكتب بتركيز كده يا جماعة. كده تم الاتصال بالشبكة اهوت عادي، مفيش أي مشكلة خالص. وطبعا كده احنا غيرنا الباسورد. طبعا الباسورد ده تشوف بقى يعني الحد الادنى 6 حروف 6 ارقام وهكذا، اللي انت عايزه ارقام وحروف مع بعض مفيش اي مشكله. طبعا لو عجبك الفيديو اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، واي استفسار طبعا اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.